خلونا بقى نستعرض مع حضراتكم جولة مرية وهنبص على شوارع القاهرة والمحافظات، وخصوصا ان الناس بدأت تنزل. هنبدأ معاكم من محافظة القاهرة، وان الكثافات بتزيد مع دخول ساعات الذروة الصباحية. لو بدأنا من الكورنيش هنلاقي فيه كثافات مرورية متقطعة، ده من المظلات باتجاه منطقة وسط البلد. أما الكورنيش المتجه إلى المؤسسة ففيه سيولة مرورية. بالنسبة لكوبري أكتوبر متجه العباسية هنلاقي هناك كثافات مرورية متقطعة حتى غمرة. أما المكمل في اتجاه العباسية هنلاقي برضو فيه كثافات بسيطة بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية. في كثافات أخرى في الاتجاه العكسي الثاني لكوبري أكتوبر، ده بسبب زيادة أحمال للسيارات. كذلك الأمر متجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولاً إلى المنصة. ظهرت كمان كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران، ده وصولاً إلى الدائري. لو تابعنا شارع صلاح سالم هنلاقي برضو أن هناك في كثافات، ده بالتزامن مع نزول الموظفين. هنفضل ماشيين لحد نفق الملك الصالح اللي بيشهد كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي. هنفضل مكملين كمان لحد كوبري الروضة، هناك برضو في بعض الكثافات. أما نفق الأزهر اللي في انتظام للحركة وسط سيولة مرورية في الاتجاهين، وبتظهر كثافات مرورية أعلى الدائري بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة، ده عبر الطريق الزراعي. نفس الأمر للمتجه من المنيب وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع في الاتجاه العكسي للقادم من معادي لمناطق الجيزة، كذلك الأمر في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي. ونروح معاكم لمحافظة الجيزة، وبيشهد شارع الهرم كثافات مرورية، ده بسبب غلق الشارع في الاتجاهين. كمان بتظهر كثافات أخرى متحركة في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق ومبابة. أما محور صفط ففي كثافات مرورية بتزيد في الاتجاه إلى جامعة القاهرة. اللي جاي من الدائري المنيب متجه إلى ميدان لبنان أو المهندسين بيفضل أنه يسلك محور الفريق كمال عامر، ده بسبب السيولة المرورية اللي خلقها المحور. ولو رحنا شارع فيصل فبيشهد كثافات مرورية في الوقت الحالي بدءا من محطة المريوطية والحد الطلبية. لكن محور 26 يوليو ففي سيولة للقادم من أكتوبر، ده بعد افتتاح التوسعات بشكل نهائي. أما الاتجاه الآخر متجه إلى أكتوبر ففي سيولة مرورية. القادم من أكتوبر في اتجاه الدائري ما زال الطريق مغلق والاتجاه إجباري ناحية نفق حازم حسن ومنه إلى محور 26 يوليو أو محور رود الفرج أو بيسلك الطريق السياحي. لكن القادم من أكتوبر لمحور 26 يوليو في غلق لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع المونوريل بطريق امتداد محور 26 يوليو فقط في الاتجاه القادم من ميدان جهينة ومسجد الشرطة بالخمائل في اتجاه طريق اسكندرية الصحراوي ومحور 26 يوليو تحديدا، قبل مطلع محور 26 يوليو بمسافة ما يقرب من 500 متر بيشهد الطريق الدائري كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء. في بعض الكثافات أعلى دائري مريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي ده حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية. ونروح معاكم لمحافظة القليوبية، القادم من الزراعي بتظهر كثافات مرورية في طريق اسكندرية الزراعي، ده قبل الطريق الدائري، لكن أصبحت أقل من معتاد، وبيشهد الاتجاه الآخر كثافات متقطعة ده وسط متابعة بصفة دورية لحركة السيارات لسحب أي كثافات مرورية بتظهر بالطريق، ده لمنع ظهور زحام مروري للمركبات. كمان انتظمت أيضا حركة السيارات بطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، إلا أن مطلع كوبري أها بيشهد بعض الكثافات المرورية المتحركة، ده بسبب أعمال الصيانة اللي بيشهدها الكوبري. كما انتظمت كمان حركة السير بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، ده وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية. لكن القادم من طريق شبرا بنها الحر ومتجه إلى مدينة نصر ومصر الجديدة بيسلك محور العصار هيختصر ليه وقت طويل. أما طريق الدائري بشكل عام كويس ما عدا بعض المناطق اللي فيها أعمال بيكون فيه كثافات بسيطة. ومكملين معاكم جولتنا وهنروح بورسعيد،
هنلاقي سيولة مرورية في معظم الشوارع ما عدا بعض الكثافات نتيجة المعتادة في ساعات الذروة الصباحية، زي شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية بسيطة هتبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو، وهنروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية، ومن طرح البحر هنروح شارع الجمهورية اللي بيشهد كثافات مرورية مكملة لحد آخر الشارع. من طبعا جولتنا المرية خلونا كده نستعرض معاكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة هيكون حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، لسه في ارتفاع في نسب الرطوبة على مدار اليوم، في نشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء ليلا، في كمان فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء، كمان بتظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ده بيساعد على تلطيف الأجواء. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 33، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 41، وأقل درجة حرارة هتكون في مطروح 30 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.